معكم مدينة مع فيديو جديدة، والموضوع ديالها هو موضوع الساعة. هو لو سيستم باشلور اللي غادي تابليك هذا العام في دي فاكولتي، وغادي يكون اختياري، وكاينين لي فاكولتي اللي ما داروش، وكاينين لي فاكولتي اللي داروه اجباري. دونك شنو هو هذا نظام البكالوريوس؟ كيفاش غتكون فيه لا فاليداسيون؟ شنو هما هذوك الوحدات المعرفيه الانفتاحيه؟ شنو هما الوحدات المعرفيه؟ وشنو هما السوفت سكيلز اللي كاينين؟ وشنو هما المواد اللي غادي نتقراو اون جينيرال؟ وحتى نبدا على لي سبيسياليتي اللي كاينين في لافاك ديال العين السبع، واللي خاصك تعرف قبل ما تختارهم شمن توجه غتمشي فيه، ساشون كو واخا تختار شي تخصص دابا فعندك امكانيه تغير داك الاختيار ديالك في الثوازيام اني وحتى في الكاتريام اني. يعني واخا تختار واحد التخصص دابا فماشي مشكل، فعندك لا بوسيبيليتي انك تبدلو من بعد الى بان لك بانه ما كيوالمكش، او الى اكتشفتي بانه كاين محسن. اول حاجه غادي نبداو بها هي شنو الاختلاف اللي كاين بين هاد لو سيستيم و لو سيستيم ديال الاجازه. الوغ في النظام ديال الاجازه كنا كنقراو 3 سنين، كل عام فيه جوج ديال لي سيمستر، كل سيمستر فيه 6 ديال لي موديول، 6 ديال لي موديول باقيين، جوج ديال لي سيمستر في لاني باقيين، ولكن اللي تزاد هو ولاو 4 ديال السنوات. مزيان، في النظام ديال الاجازه كنا كنقراو كندوزو الامتحان في الاخر ديال السيمستر، ما كندوزو حتى شي حاجه او كور دو سيمستر. دابا غادي يولي نقدروا ندوزو وسط السيمستر اختبارات شفويه كتابيه او لا عروض، هادشي غادي نطرقوا ليه من بعد باغ لا سويت. و في الاخر كندوزو امتحان، ومني كنسالي داك الامتحان كندوزو الراتراباج، كندوزو السيمستر اللي من موراه، من بعد كندوزو السنه اللي موراه. دابا ما يبقاش هادشي هذا، كيف ما قلنا غادي يولي عندنا امتحان في الاخر ديال السيمستر كنساليوه وكندوزو السيمستر اللي موراه بلا ما ندوزو الغاتراباج، سواء دزت اولا ما دزتش. الغاتراباج كيكون في لافان ديال لاني، و الا دوزت في لافان ديال لاني و ما حالفنيش الحظ كندوز لا دوزيام اني وكنقراها كامله عاديه، وهذاك الموديول تيبقى كيتسناني وعندي الحق انني في الاخر جوج ديال السنوات احتياطيه باش نستوفي داك العدد اللي خاصني. وبالنسبه للدبلوم كامل كيمشي على حساب الوحدات القياسيه اللي كيتحسبوا، هو السكور ديالك كيتحسب لي موديول اللي فاليديتيهم. كاين الموديول مول 3 النقاط، كاين الموديول مول النقطه، وكاين الموديول مول 6 ديال النقاط. كتشوف شحال جمعتي، خاصك توصل 240 باش تاخذ الاجازه. هادشي هذا مازال غنشوفو اون ديتاي من بعد ما نطرقوا الهندسه البيداغوجيه ديال هذوك لي 4 ans، شنو هما الحوايج اللي كاينين ملي تزادو شنو اللي تنقصوا في كل فصل من هاد الفصول. غادي يكونوا عندك وحدات معرفيه، هما دي زونيتي دو كونيسونس. هاد لي زونيتي دو كونيسونس تيكونوا مواد اللي متعلقين بلا سبيسياليتي، سهل ما غتقدرش تعرفهم دابا، ممكن تعرفهم ممكن لا، مي مواد اللي متعلقه بلا سبيسياليتي راه عادي. كنا كنقراو الاجازه كنا كندخلو كنلقاو بزاف ديال المواد، كاينه منها اللي متعلقه بلا سبيسياليتي وكاينه اللي لا. دونك غادي نقراو جوج المواد في الفصل الاول، متعلق في الفصل الاول والفصل الثاني لا بروميير اني متعلقين بال لا سبيسياليتي، وكاينه وحده انفتاحيه معرفيه، وحده معرفيه انفتاحيه هو واحد اليونيتي اللي كتكون جينيرال، يعني ماشي بالضروري التخصص ديالك، مي شي حاجه اللي هي جينيرال متعلقه بالتخصص ديالك. بحال مثلا التخصص ديالك مثلا هو ماركتينغ، ولكن كتقرا باغ اكزومبل لا ماكرو ايكونومي اون جينيرال، داكوغ؟ او لا ليكونومي انترناسيونال، يعني كتنفتح على دوطخ سبيسياليتي. وبيان سور عندك لغه اللي غادي تقراها في لا بروميير اني وفي لا دوزيام اني، وعندك سوفت سكيلز اللي هما دوك الكفايات الذاتيه. هادوك لي سوفت سكيلز غادي يكونوا فيهم في هاد السيستم لي سوفت سكيلز اللي هما ديال الحياه ديالك، دي سوفت سكيلز شخصيه، دي سوفت سكيلز دراسيه. يعني سوفت سكيلز هو غنقريوك واحد المهارات، واحد لي كومبيتونس اللي خصهم ديفلوبيهم باش تقدر تنجح في الحياه ديالك الشخصيه، وباش تقدر تنجح في الحياه ديالك الاجتماعيه، وباش تقدر تنجح في الحياه ديالك الدراسيه، وباش تقدر تنجح في الحياه ديالك المهنيه. وهذه هي اهم حاجه، لانه طلبة ديال ليسونس فكانوا كيخرجوا من بعد الدبلوم كيلقاو عندهم واحد النقص كبير
هادشي هذا وما عارفينش ليش خارجين. فهذا اول مكسب نقدروا نقولوا ديال هذا النظام الجديد. حاجه اخرى وهي حتى الاعلاميات اللي غادي نبداو يتزادوك مزيان. هنا جات الفرصه اننا ندويو على لا فان فاش كناخذوا لو ديبلوم تناخذوا معاه واحد لانكس. اشنو في هذا لانكس؟ هذا هذوك اللغات اللي قريت كناخذ لهم شهادات. بحال ملي كنمشي لشي سونتر دو لونغ وتناخذ مثلا بي 1 ولا ا 1 ولا شي حاجه بحال هكا، دوك العلامات التمييزيه في النجاح في امتحانات ديال اللغات، فغادي يكون عندك حتى في اللغات اللي قريتي غادي تاخذ شهادات على دوك الاعلاميات اللي غادي تقرا، وحتى هي غادي تزيدها، غادي تكون عندك شهاده ديالها سيرتيفيكا، وحتى دوك لي سوفت سكيلز اللي قريتي ودوك لي زاتولي اللي غادي يتنظموا غيكون فيهم سيرتيفيكا وغيكونوا مجموعين عندك في واحد الملحق تيكون مع لو ديبلوم، يعني ورقه ثانيه تيكون فيها كاع الشهادات والميزات اللي خديتيهم في هذيك الانشطه اللي كانت موازيه ودوك المهارات اللي كانوا موازيين للدراسه ديالك. تخي بيان. دونك في الاس 1 والاس 2 وحدتين معرفيتين، جوج لي موديول اللي هما متعلقين بالتخصص اللي اختاريتي، موديول ديال لي كونيسونس يعني جينيرال لغه، جوج لغه او موديول واحد ديال هذوك لي سوفت سكيلز اللي غاديين كيف ما قلنا يتقسموا، كاينه فيهم اللي هي مهنيه وكاينه فيهم اللي كتعلق بيرسونيل وكاينه فيهم اللي هي سوسيال وكاينه فيهم اللي هي متعلقه بالمسار الدراسي. ندوزو دابا لا دوزيام اني، اشاك فوا كنزيدو شي حاجه كنطرقوا ليها كنفتحوا قوس وكنطرقوا ليها. دوزيام اني، دوزيام اني انت راك باقي في ترون كومان، يعني باقي كتكتشف وباقي عندك امكانيه تبدل الشعبه وتبدل التخصص ديالك في التروازيام اني وفي الكاتريام اني، وهذه غنبقى ديما ننبهك ليها باش ما تقولش مع راسك بانه وراه ممكن دابا نختار وانا مازال ما عارفش، وداك الاختيار ما يكونش صائب وداك الشيء اللي درت ما يكونش هو هذاك وفي الاخر نتصيد. لا، كتبقى ديما عندك لا بوسيبيليتي انك تختار لانك باقي في ترون كوما، باقي في الجذر المشترك اللي هو الدوزيام اني. في الدوزيام اني غيبداو يزيدوا لنا في شي حوايج وينقصوا لنا في حوايج اخرين، يعني غادي يوليو عندنا دي غيتزادوا لنا وحدات معرفيه اللي هي متعلقه بالدومين، غتزادنا وحده غادي يوليو ثلاثه، وغتزادنا واحد الوحده انفتاحيه متخصصه، سافو دير غنفتح على تخصص اخر اللي هو بعيد عليا. داكوغ، مثلا انا تنقرا لا كونطابيليتي ولكن في نفس الوقت غادي نقرا مثلا اناليز ماتيماتيك، جو دي نامبورت كو، نعطيك انا غير اكزومبل باش تعرف هذاك الموديل. وهذا الشيء هذا راه كان في النظام القديم، في النظام القديم راك تي في واحد السيمستر كتقرا دي موديل اللي هما سبيسياليتي ودي موديل اللي هما ديال لي كونيسونس جينيرال. تخي بيان، لغات وحده، سوفت سكيلز وحده، كينقصوا لنا شي حوايج كيزيدوا لنا حوايج اخرى، وهذا الشيء هذا غاديين بالتدرج. تخي بيان، لاننا باقيين في الجذع المشترك، من بعد في التخوازيام وفي الكاتريام اني كاين شي حوايج اللي غاديين يختفيو وغاديين يعوضوهم حوايج اخرين. وبالنسبه للسوفت سكيلز اللي كتقرا في البروميير اني وفي الدوزيام اني، هما اللي بادين بهم الاكثر اهميه. اول حاجه هاد ليتيديون اللي هو داخل يقرا خاصو يتعلم شنو هما المهارات اللي غادي يكتسبهم باش ينجح المسار الدراسي ديالو، واوميم طون هاد السيد هذا كيكتشف واحد شريحه من المجتمع جديده، وكيدوز واحد لو نيفو دو في جديد اللي هو انه كيولي طالب جامعي وكينفتح على الناس وعلى واحد المجتمع جديد. دونك خاصو واحد لي سوفت سكيلز اللي هما سوسيال، كيفاش يتعامل مع هاد الناس، كيفاش يتعلم يدوي اون بوبليك، كيفاش يتعلم يدوي مع الناس اللي هما ما عندوش معاهم يعني واحد العلاقه شخصيه اللي هي معمقه. دونك هنا تيتعلم لي سوفت سكيلز اللي هما اساسيين في الاول الدراسيه والحياتيه. دزنا دابا لا تخوازيام اني اللي بدينا تخصص، كاينين الناس اللي غاديين يكونوا بدلوا الشعبه اللي كانوا اختاروا في الاول، التخصص اللي اختاروا في الاول، كاين اللي غاديين يكملوا في نفس التخصص. واحد الملحوظه مهمه، الا بدلتي تخصص فكتحتفظ بنفس الرصيد اللي كان عندك، يعني داك الرصيد اللي جمعتيه في البريمير اني وفي الدوزيام اني راه كتحتفظ به وتيبقى عندك هو نفسه، ما تتنقص حتى شي حاجه، وملي كدوز ديك الشعبه كتكمل بداك الرصيد اللي انت كنتي فيه بدون اي مشكل، بدون اي زياده ولا اي نقصان. وصلنا دابا للاس 5 والاس 6. الوغ في الاس 5 والاس 6 حنا دابا في التخوازيام اني، وهذه كتسمى سنه التخصص، يعني كثروا عليا من التخصص. والسنه الرابعه كتسمى سنه تعميق التخصص. اشنو غادي يكون في هذه السنه الثالثه وفي هذه السنه الرابعه؟ هذا الشيء هو اللي غادي نقول لك دابا باش نساليو لا فيديو، كيفاش نحسبوا الوحدات القياسيه وكيفاش ننجحوا، واش عندنا بوسيبيليتي ان في 4 سنين الا ما كملناش هذه واش ممكن انه يكون عندنا سنه احتياطيه ولا لا، ونكونوا كوم سا جميع المعلومات والاسئله اللي غيطيحوا لك في بالك انا طرحتهم وجاوبتك عليهم. في لا تخوازيام اني اختفيو اللغات.
أربعة ديال الوحدات معرفية اللي هما مواد للتخصص، وحدة معرفية انفتاحية متخصصة عاوتاني تخصص آخر. نقرا واحد الوحدة لعل وعسى أن واحد النهار هذاك السيد غادي نكولابوري أنا وياه في نفس الخدمة، نكون كنتفاهموا شويه انا وياه. بحال دابا مثلا لي زانجينيور، مثلا فاش كيخدموا لي زانجينيور اللي تيفهموا في الكوتي تكنيك ديال الحاجه، فاش كيتلاقاو مع مثلا دي جيستيونير اللي كيفهموا في لا جيستيون. الا ما كانش يعني لو جيستيونير راه ما تيعرفش داكشي اللي قرا الانجينيور، ولا الانجينيور كذلك. دونك نقدروا نديروا واحد لا ماتيير اللي يقدروا يقراوها اون كومون، كوم سا غير نعرفوا لي كونيسونس دو باز اللي خصهم يكونوا في هذاك لو دومين بيان سور. وغتبقى لينا سوفت سكيلز ديما كاينه وحده، وهاد المره غتكون المواطنه. المواطنه اش غيكون فيها؟ غادي نكتشفوا هادشي هذا اونصومبل. مي من السميه ديالها بين شي حاجه فيها تخليق الحياه العامه وكيفاش تكون مواطن صالح اكسيتيرا، نتوما عارفين. ندوزو دابا لا كاتريام اني اللي هي الاخرانيه، اربعه الوحدات معرفيه، مشروع مؤطر اللي هو بروجي توتوري اللي كان غيكون في السمستر الاول ديال كاتريام اني وحتى في السمستر الثاني، يعني دو بروجي هما اللي غاديين يعوضوا ديك الوحده المعرفيه الانفتاحيه. غادي يولي عندك ان بروجي ديك الساعه دو فان ديتود اللي غادي ديرو. وبيان سور سوفت سكيلز كاينه، ودابا انت غتخرج لمارشي دو طرافاي، دونك خاصك السوفت سكيلز المهنيه هي اللي بقات لينا من دوك الربعه اللي قلنا، اللي هما كانت فيها الحياتيه وكانت فيها الدراسيه وكانت فيها المواطنه وكانت فيها حتى المهنيه اللي وصلنا لها دابا. وهنايا اكتملت الهندسه البيداغوجيه ديال الربعه ديال لي زاني. سؤال دابا، واش غيكون عندنا امتحان واحد في الاخر ديال السيمستر، اولا ممكن يكونوا معاه انشطه وي ممكن يكونوا معاه كونترول كونتينيو، ممكن يكون لوغال، ممكن يكون دي زيكسبوزي وعروض اللي كيداروا. وهادشي هذا اونتر بارونتيز كيبين بانه قضيه ديال الحضور غادا تكون اجباريه، سينو غادا تحرمك من النقاط ديالك. ندوزو دابا لكيفيه حساب الارصده، شنو هما الارصده القياسيه، شنو فيهم، كيفاش غادي نحسبوهم. الوغ شفنا بانه لي ماتيير اللي عندنا كاين وحدات معرفيه اللي قلنا هما دي ماتيير اللي هما متعلقين بسبيسياليتي، وحدات معرفيه انفتاحيه اللي كنشوفوا فيها شي حوايج اللي هما بعاد على لا سبيسياليتي ولكن غاديين ينفعونا، لغات و سوفت سكيلز والبروجي المشروع المؤطر. كل واحد من هادو الى فاليديتي كتزادك واحد النقطه، ماشي نقطه وحده، حنا غنشوفوا شحال كتزادك. الى نجحتي في وحده معرفيه عندك 6 ديال النقط، يعني فاش كننجح في وحده معرفيه طرق كتزادني في الرصيد ديالي اللي خصو يوصل ل 240 كتزادني 6 ديال النقط. بالنسبه للغات حتى هما 6، وبالنسبه للوحدات المعرفيه الانفتاحيه 3، سوفت سكيلز 3، والبروجي 3. يعني انت غادي يبان لك شنو هي الحاجه اللي غتاوغمونتي لك الرصيد ديالك غابيدمون. السؤال هو في لي 4 الى ما كملتش بعدا واش تيكون سقوط، يعني نقدر نعاود العام؟ لا، كدوز اوتوماتيكمون العام الثاني، كيبقى عندك الحق في سنتين احتياطيتين كترجع تدوز فيهم المواد اللي كانوا بقاو لك ما نجحتيش فيهم، بيد ما وصلتي لهذيك 240 نقطة. دونك الا بغينا نديرو التلخيص، ف 4 سنين بلاص 3 سنين زادونا لغات اللي غناخدو عليهم شهادات، وزادونا سوفت سكيلز اللي غناخدو عليهم تاهما شهادات مع لو ديبلوم. لو ديبلوم ولا سميتو بكالوريوس، ما بقاش سميتو لا ليسانس. النجاح ولا عن طريق حساب الارصده القياسيه اللي كتكون 240. كاين عندنا المواد كيف ما قلنا اللي هي تكنيك، والمواد اللي هي جينيرال، ولغات ومهارات وبروجي في لا كاتريام اني في السمستر الاول ديالها والسمستر الثاني. عندنا العام الاول والعام الثاني كيتسماو جدع مشترك، واللي نقدروا من بعد نبدلوا فيهم التخصص بكل اريحيه مع الاحتفاظ بنفس الرصيد اللي كان عندي بلا ما يكون عندي حتى شي اشكال. وغادي يبقى دابا السؤال هو كيفيه الترشيح، كيفاش كتكون، ونبدا على لي سبيسياليتي اللي هما كاينين ومفتوحين دابا في لافاك ديال عين السبع. الوغ الترشيح غادي يكون بناء على دراسه الملف وواحد لونتروتيان بسيط بيان سور، غير باش يعرفوا لي كونيسونس في النيفو ديال الفرونسي ديالك. دونك بلا ما يخلعك لونتروتيان،
راه ماشي اونتروتيان ديال لا ليسونس بروفيسيونيل ولا ديال ماستر اللي كندوزو لشخص اللي هو ديجا قرا وديجا عنده دي كونيسونس ديجا عنده دي كومبيتونس، لا واحد الشخص اللي يلاه جاي من الباك اللي مازال غادي يكتشف ومازال تيقرا ومازال تكتشف. دونك ادخل غيسولوك على لا بريزونطاسيون ديالك، تحاول توجد اون بريزونطاسيون ديالك انت، سميتك كنيتك شنو فين كتسكن اكسيتيرا، من بعد اون بريزونطاسيون لو باركور ديالك فين قريتي بشحال خديتي الباك فين شديتي الباك علاش اختاريتي هاد الشعبه وماشي هاد الشعبه، تحاول انك تعلل الجواب ديالك بطريقه ديالك نتايا، وما نظنش ان غادي يكون هذا عائق باش الناس انهم ما يتقبلوش. بالنسبه لي فيليير، فلا فيليير الاولانيه هي لا فيليير اللي فيها الماناجمنت دو بروجي، هاد فيليير اونتربرونيا جو بونس لي ماناجمنت دو بروجي، دونك انا نديرهم قدامي باش نشوف سي اونتربرونيا ماناجمنت دو بروجي. هاد اونتربرونيا ماناجمنت دو بروجي كتقرا فيها يعني كيفيه تسيير اداره المقاولات، كيفيه انشاء المشاريع، وكيفاش نجيريو هاد المشاريع ونكونوا حنايا على راس الناس اللي كتاخذ القرارات. بيان سور كتقرا فيه الماناجمنت، الجيستيون دو بروجي، الجيستيون ديال 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 لي بلانينغ، بون كاينين بزاف ديال لي ماتيير غادي تقراهم في هاد لا سبيسياليتي. هاد لا سبيسياليتي لي بوكو بلوس جينيرال، ممكن ان من بعد دار فيها واحد التخصص. داكوغ، بالنسبه لافيليير الثانيه اللي هي انجينيوري كونطابل فينانسيير اي فيسكال، هاد انجينيوري كونطابل فينانسيير فيسكال، دونك اي حاجه اللي فيها كونطابيليتي فيسكاليتي كونترول دو جيستيون اوديت، عرف بانه راه لا فينانس دونتربريز، التدبير الماليه، التدبير المالي ديال الشركه، المحاسبه ديالها، مراقبه السير ديالها، تدقيق الحسابات ديالها، الفيسكاليتي ديالها اكسيتيرا. دونك كتقرا بزاف هاد لي ماتيير هادو اللي هما الفيسكاليتي، لا كونطابيليتي، كونترول جيستيون، كونطابيليتي جينيرال، اناليتيك، اناليز جيستيون فينانسيير اكسيتيرا. عندنا التخصص الثاني هما لي تكنيك دو فونت اي دو ديستريبيسيون، وهذا ممكن اجوتيو عليه حتى الماركتينغ، يعني التسويق واداره نقاط البيع، الميرشاندايزين، الماركتينغ تيريتوريال، ماركتينغ ديجيتال، ماركتينغ سنسوريال اكسيتيرا. دونك تو سكي تسويق، بيع، اداره نقاط البيع سواء الفيرتوال او لا الغيال. دونك هادشي هذا اللي غيدار في التخصص هذا. انا كنحاول نعطيك جوست اي كونيسونس دو باز اللي خصك تعرف، حيت من بعد راه انت عندك لا بوسيبيليتي انك تشونجي. دونك ما كاينلاش انك تصدع راسك دابا مع هاد لا سبيسياليتي حتى تدخل وتكتشف وتعرف وتولي تتميز انت راسك فين تقدر تعطي وفين تقدر ما تعطيش. هادشي الا كنتي باقي لحد الساعه مازال ما عارفش توجه الميول ديالك، كنظن بالنسبه للناس اللي كانوا باك ايكونومي فهم حاسمين توجه الميول ديالهم من الباك، ولكن بالنسبه اللي كانوا يعني سيونس اس في تي ولا بي سي فتيكون مازال عندهم شويه ديال التعطال، ولكن نو زانكيتي با، كلنا كنا اس في تي ومشينا مزيان في الايكونومي، دونك نتوما كتوليو من بعد مزيانين ودي زيكسيلون في هذاك لو دومين. نتمنى انني نكون جاوبت على جميع الاستفسارات ديالكم، نخلي لكم نيميرو التليفون ديالي ديال الواتساب في هاد لا فيديو، تواصلوا معايا على اي حاجه عندها علاقه بلي كونيسونس بغيتو تعرفوهم. مازال من هنا القدام غيبانو دي زانفورماسيون جداد وغنبارطاجيو معاكم. دونك هاد لا فيديو كان باش توضح لكم بالضبط اشنو خاصكم تعرفوا على نظام جديد اللي هو تابعكم هاد السنه. جو سويت بوكو دو كوراج، بون انتغراسيون، بون ديبيو داني، و الله يوفقكم ويسر لكم الامور، والسلام عليكم ورحمه الله.